تأديبا فهو إصلاح وتأهيل للسجين ليندمج في مجتمعه عقب قضاء عقوبته. من أجل ذلك تقدم وزارة الداخلية أفضل رعاية ممكنة للسجناء من اجتماعية وطبية واقتصادية. وللاطلاع على هذه الجهود كان المنتدى الثاني للسجون المصرية الذي شهد حضورا إعلاميا وحقوقيا للاستماع إلى منظومة تطوير السجون المصرية، لا سيما في المجال الصحي الذي شهد طفرة كبيرة بالتوسع في المستشفيات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وهو ما تناوله الفيلم الذي تم عرضه خلال المنتدى. على مدار 24 ساعة تقدم مستشفيات المؤسسات العقابية الخدمات الطبية اللازمة للنزلاء ومتابعة حالتهم المرضية والكشف عليهم وأيضا علاجهم من الأمراض التي يعانون منها. ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير وتحديث بالسجون تبدأ منذ لحظة استلام السجين لقضاء عقوبته وحتى انتهائها. أن قطاع السجون أهل للأمانة الملقاة على عاتقه واطمئنه، فالقطاع آمن أمين على نزلائه من أبناء الشعب المصري أو ممن يحملون جنسيات أخرى. امتدت مظلة الرعاية الصحية للسجناء ليشهد الواقع إنشاء العديد من المستشفيات بمستوياتها المختلفة المركزية منها والمحلية، وهي تعد وبحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكانياتها الطبية وما تذخر به من أطباء متخصصون. حرص قطاع حقوق الإنسان على تدعيم أواصر التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة العاملة في مجال رعاية السجناء والمفرج عنه. خلينا أقولك أن كل مرة بنزور هنا أو في السجون التانية بنلاقي أن في تطور بيحصل. ده بيقول أن وزارة الداخلية تجاوزت الجانب العقابي أو الفلسفة العقابية إلى الجانب التأهيلي، وده أعتقد أنه هو أهم، أن هي فكرة أن إحنا إزاي أن إحنا نكون حريصين على أن إحنا نصدر السجين مرة أخرى للمجتمع كعنصر صالح بيشارك في مسير بناء الوطن. المنتدى بدأ بجولة لإطلاع الإعلاميين والحقوقيين على المشروعات الإنتاجية بالسجون المصرية والتي تشمل الأثاث والإنتاج الدجين والحيواني وغيرها، والتي من خلالها يتم إعادة تأهيل السجين مهنيا من خلال حرفة يتكسب منها تبعده عن مسلك الجريمة مرة أخرى. عندنا نوعين من النزلاء، نزيل اللي عنده الخبرة بالفعل وعنده المهارة، ده بيتم استغلاله داخل الأنشطة المتاحة أيا كان، نشاط إنتاجي، نشاط صناعي، نشاط حيواني. والنزيل الآخر من ليس لديه خبرة، وده بيبقى حريصين جدا على تعليمه مهارة وخبرة تساعده على التعايش اللي احنا أشرنا به. الحرفة اللي أنا اكتسبتها في قطاع السجون الموبيليا، صناعة الموبيليا، ما كنتش أعرفها قبل كده، يعني لما دخلت السجن اتدربوني فيها وتعلمتها، لما وصلت دلوقتي أن أنا أطلع أي شغل من أي كتالوج أقدر أفصله. اتعلمت صناعة الأحذية، بقت صناعي ومطلع إنتاجات كتيرة ومهنة كويسة، أنا اتعلمتها في السجن، حاجة استفدت بيها.